بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الشعب العراقي الغيارة عامة، وإلى محافظة نينوى والشرفاء، وإلى أهلي وعشيرة مدينة تل الأحفر، مدينة الشهداء، أحب أن أوضح آلية وجودي في المؤتمر. خرجت إلى أربيل يوم الخميس بعد الظهر لعمل فحص إيكو، ولكن بسبب تأخري في الإقامة لم أستطيع الوصول إلى مبتغاي. وفي يوم الثاني خرجت يوم الجمعة، خرجت كي أتجول في أربيل باعتبار العيادة غير موجودة يوم الجمعة. وأثناء تجولي ذهبت إلى قلعة أربيل، وهناك التقيت بصديق وزميل دراسة من بغداد، وهو من سكنة أربيل حالياً. وفي أثناء الحوار أبلغني عن وجود مؤتمر في إحدى فنادق أربيل، والمؤتمر بعنوان السلام والاسترداد. الحقيقة العنوان جذبني، وقلت من القائمين بهذا المؤتمر؟ قال حسب علمي شيوخ ووجهاء وأكاديميين. وفعلا توجهت إلى الفندق في تمام الساعة 6 مساء، وبدأ المؤتمر بالنشيد الوطني العراقي، ثم نشيد أقليم كردستان، ثم قراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء العراق، ثم بدأت الإعلامية سحر بالخطاب حول التعايش السلمي، وأن لا فرق بين مذهب والديانة والقومية، يجب أن نكون مواطنين عراقيين فحسب. ثم بدأ شخصية أخرى بالخطاب، وأثناء خطابه تطرق إلى تطبيع الكيان الصهيوني. فمجرد أن سمعت هذا المصطلح قمت وخرجت من المؤتمر مباشرة، وتجرأ الآخرون أيضا معي، فخرجنا كما هائلا من المؤتمر مسرعا، كل ذهب إلى شأنه وأنا توجهت إلى تل الأحفر مباشرة. هذا الذي حصل، إن كنتم مصدقي فهذا فضلا وكرما منكم، وإن كنتم مكذبي فأحترم رأيكم، ولكن كل من يعرفني من الداني والقاصني والداني يعرف مدى حبي وإخلاصي لوطني ولمهنتي، ومن يعرفني ويعرف والدي رحمه الله يعلم يقينا أننا وما زلنا لن نعترف بالكيان الصهيوني أن يكونوا دولة. وفي الختام أعتذر من دولة العراق حكومة وشعبا، وأعتذر من وزارة التعليم العالي ومن جامعة تل الأحفر فترة وجودي في مثل هذا المؤتمر المشؤوم.